الزملاء بتاعها. ايوه استاذ محمود، حضرتك ناظر المدرسه هنا. المدرسه دي اسمها ايه؟ مدرسه صلاح سالم، مدرسه البطل صلاح سالم بمركز مدينه الطاموية البندر. ايه المشكله اللي عند حضرتك هنا في المدرسه؟ المشكله اللي عندي ان المدرسه دي مبنيه من سنه 1948، تمام، ولا يجدي بها اي صيانه، لا صيانه بسيطه ولا كبيره. السبب الحيطان مش مبنيه على اعمده، على حجاره، ومبنى قديم متاكل والرطوبه مأثره عليه، واقل من مستوى الشارع بمتر. ايام المطر الفصول دي كلها بتبقى نصها ميه، خدت بال حضرتك؟ تمام. وكتبنا مذكره للسيد مدير الاداره وللسيد وكيل الوزاره ومجلس الامناء واهالي طاميه، رفعوا اخيرا مذكره بيقولوا فيها ان المدرسه لا يبدو بها صيانه بسيطه او مركبه. من واقع الضيوف اللي شرفونا والمسؤولين هيئه الابنيه كان قبل الثوره، قالوا ان المدرسه دي اتعمل بها تقرير انها تتبني ويكون الدور الارضي على اعمده بس عشان يوسعوا الفناء ويعملوا توسع افقي. معايا هنا 16.807 تلميذ قاعدين في غرف لا تصلح للاستعمال الادمي. انت فرحان قوي ليه كده؟ انتوا اصلا مبسوطين في المدرسه دي؟ ليه مش مبسوطين ليه بقى؟ تعالى يا احمد يا جمعه، اتفضل تعالى. حلو، قول لي انت ليه مش مبسوط في المدرسه دي؟ استاذ الجدران كلها وحشه، وكذا مره المجاري بتضرب، وما فيش مكان بنلعب في كوره، وكل يوم والمدرسه صغيره، احنا صغيرين، احنا بنقعد في المدرسه مش عارفين نقعد من كتر المدرسه ضيقه واحنا كتار جدا. استاذ كل يوم النور بيقطع واحنا ما بنعرفش نقعد لان احنا كتار. قول لي انت نفسك تطلع لما تكبر؟ نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ مهندس ايه بالظبط؟ معماري. يعني في 800 تلميذ بيطلعوا من على السلم ده؟ بيطلعوا من على السلم ده 800 تلميذ، والسلم ده ممكن يقع بيهم في اي وقت؟ ممكن يقع بيهم في اي وقت لان هو تحت ايه التراب ده مردوم تحت التراب. اوعى يا بابا من السلم، اوعى اهو مكتوب اصور اللي اصعد السلم برفقه بس كده. ايوه بس محمود، عشان مدرسه ما عندهاش كمبيوتر، الا الحيطان مقشره يعني، والاماكن بتاعتها صغيره، والحاجات يعني احنا عايزين كمبيوتر وعايزين فصول تبقى كبيره. بص دي المكتبه يا استاذ محمود. دي المكتبه سياده، تمام. شوف المكتبه، لا لا ايوه دي مكتبه بتاع 800 تلميذ، دي مكتبه اتعمل الفصل على فكره، اتعمل الفصل كمان، ده فصل كمان يا باشا، دي مكتبه وفصل دراسه. بص السقف، صور السقف يا باشا، صور السقف ده، السقف ده بالخشب، بالخشب يعني لما الدنيا تمطر بالميه تنزل علينا عادي. المكتبه هنا، تعالى يا باشا بقيه المكتبه هنا، دي المكتبه اللي كانت أيوة مكتبه أيوة. اتعملت بقيه المكتبه هنا، ده بقيه المكتبه اهي، دي بقيه الكتب، الكتب معاها كتب جواها، عشان فصل دراسي، فصل دراسي. انا عندي 70 عيله قاعدهم في الشارع، عملت فصل والمكتبه اهي. انزل يا انتوا عارفين انتوا قاعدين مكان المكتبه دلوقتي؟ ايوه بس ما هيعرف ايه؟ مفيش. استنى قولي لي انت عايز تطلعي ايه لما تكبري؟ علي صوتك، علي صوتك تمام. ايه دكتوره؟ خليك مكان، انت عايز تطلع وتحسح من الدنيا. قول يا استاذ احنا عايزين نتعلم، عايزين نبقى احسن مدارس زي المدارس اللي بره دي، وعايزين نتعلم والمعمل بتاع الكمبيوتر دي، عايزين كمبيوترات عشان نتعلم ونفضل مهندسين ساعه لما نطلع كبار كده، عايزين نتعلم. انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ عايز اطلع دكتور. ده فصل فيه تلامذة بيحضروا وشغالين. حضرتك بص على الشغل شغال اهو، ده تاريخ النهارده حضرتك اهو، ده درس الارنب الصغير. ايوه ده المخزن حضرتك، ده مخزن حضرتك الكتب، بتاع الكتب المدرسه بتاعتك. ده بتدخلوه ازاي بقى؟ اهو حضرتك وده الايدين. دي حجرة
دوله المعلمين. ايوه اتفضل. بتاع المدرسين يعني ازاي دوره المعلمين؟ ما فيناش مأوى خالص، المدرسه مكتمله، الفصول مكتمله، مفيش مكان نقعد فيه اصلا. طب وايه القطط دي بتعمل ايه هنا؟ مأوى عايشه معانا. مأساة. المدرسين والله والله بتوع هنا اقسم بالله ده المأوى بتاعنا زي ما كان بتاعنا. دي حجرة الاقتصاد المنزلي؟ حجرة الاقتصاد المنزلي كمان يعني مصلحة المعلمين. اللي عنده خاصة فاضية بيجي يشرب شاي. بيقعد هنا. أو طريقة من الشباك دي. شوف معمولة ازاي؟